اليوم اذا ما خليتك تعرف ترسم لوحه خرافيه بهذول اللونين بس وباقل من دقيقه الغي الاشتراك. اللونين اللي رح نستخدمهم هن الازرق والاسود، ورح نتاكد انه يكونوا مبريين منيح. اول شيء رح نجيب اي شيء دائري ورح نرسم دائره بالمنتصف من الاعلى، بعدين رح نبدا نلون الجزء العلوي باللون الازرق ورح ندرجه من الاغمق للافتح، وبعد هيك رح نجيب اي منديل موجود عندنا ورح نبدا نسيح اللون بدون ما نقرب على الشمس، وبعد التسييح رح نرجع نغمق اللون الازرق من الاعلى بكل هدوء وبساطه. بعدين رح نجيب اللون الاسود ورح نرسم اشجار كثيفه بهي البساطه ورح نعبيها باللون الأسود، وحنسوي أطرافها بهذا الشكل، وآخر شيء رح نمحي ونظلل باللون الأزرق مكان الغيوم، ورح نشيل اللاصق والرسمة خالصة. وإذا بدكم تطبيقي رقص لكم رسماتكم، رح أترك لكم رابطه بالطريقة الأول.